نفسك تكون خريج جامعات عالمية بأوروبا؟ يبقى لازم تبدأ دراستك الجامعية بقلب أوروبا نابض، عاصمة الجمال، براج التشيكية، من أنسب المسارات الدراسية لأي طالب مهتم بالدراسة بالخارج. بيها جامعات عالمية مرموقة من أفضل 100 جامعة في العالم، وبتسمح لخريجيها يكونوا مميزين في سوق العمل الأوروبي. دولة التشيك من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في أوروبا، وأعلى دولة في معدل الأمان، وده بيخلي فيها فرص عمل ممتازة للطلاب. الدراسة مجانية باللغة التشيكية بعد دراسة سنة تحضيرية بمصروفات لتعلم اللغة من الصفر ومعادلة الشهادات. ولو حابب تدرس بالإنجليزي فالدراسة بمصروفات مناسبة جدا في الجامعات الحكومية، وبتبدأ من 1000 يورو فقط سنويا لمعظم التخصصات. كمان ما تشيلش هم مصروفات المعيشة، لأننا هنساعدك تحصل على عمل بجانب الدراسة في التشيك بسهولة. والمفاجأة لطلاب الثانوية الحاليين إنك تقدر تقدم من دلوقتي بشهادة تانية ثانوي لحد ما تخلص تالتة ثانوي، وقبولك برضو هيكون مضمون لأن مطلوب منك النجاح وبس، وحصريا من توب إديو لطلاب أي جي الثانوية البريطانية. يمكن التقديم من الآن للدراسة في أوروبا بدون مواد A level، فقط بمواد O level وبشهادة القيد في Grade 12. وأيضا لطلاب American Diploma يمكن التقديم من الآن بدون شرط اختبار السات أو الأكت أو الـ EST، فقط بشهادة القيد في Grade 12. والفرصة الكبيرة هتكون متاحة للطلاب محترفي كرة القدم والتنس. توب إديو هتكون طريقك للاحتراف في أوروبا بجانب دراستك. مستني إيه؟ كل اللي عليك إنك تبحث عن توب إديو أكاديمي واحجز جلسة استشارية في مقر الشركة مع أحد الدكاترة المستشارين التعليميين أنت وأسرتك، واعرف كل التفاصيل والأوراق المطلوبة للتقديم. والمفاجأة إن الجلسة مجانية تماماً. دلوقتي ممكن تحجز الجلسة مباشرة عن طريق الاتصال بالأرقام الظاهرة على الشاشة.